هذه آخر شحنة جتني من موقع ويبايك عبر البريد الياباني، والآن نبدأ معاكم إن شاء الله فقرة التركيب. يا هلا علي من قناة متسابق المقاهي، حيا الله المتابعين في كل مكان. اليوم بعد معاناة سنة ونص أخيرا طلبية من ويبايك اليابان وصلت الحساسات اللي وعدتكم أني أغيرها، إضافة للصيانة اللازمة للدراجة، بعض الأغراض اللي احتجتها مع الحساسات. إن شاء الله هنا الجزء الأول راح يكون أنبوكسينج، الجزء الثاني بتوجه للورشة ونغير الحساس طبعا إذا كان الفحص صحيح، وننتهي من مسلسل لمبة الماكينة اللي سبب لكم قلق. هذا هو طبعا البراند هوندا، أصلي من معقل هوندا في اليابان. السلام. هذه عبارة عن حساس أو أوتو سنسر أو أكسجين سنسر أو حساس الأكسجين، يجي عبارة عن فيش يركب في الضفيرة اللي جنب البوكس حق المخرج الظني فلتر الهواء. وهذا الجزء الثاني عبارة عن الحساس اللي عارفين شكله في الدراجات وفي السيارات، وهو بشكل واحد ويركب في أنبوب العادم، ووظيفته أنه يقرأ الغازات اللي طالعة ويعطيها للكمبيوتر، وبناء عليه يتحكم الكمبيوتر في الاحتراق داخل حجرة المحرك. هذا الحساس الثاني، هي عبارة عن اثنين بحكم أنه عندي شكمانين. هذا البوكس الثاني، والله الغرض هذا أنا ما أدري أحتاجه ولا لا، فبعدين إن شاء الله الفحص هناك في الورشة راح يبين. وهو عبارة عن بريك باد أو فحمات الفرامل الأمامية. إذا تذكرون السنة الماضية غيرت الخلفي، لحد الآن الأمامي ما استهلك، بس إني أنا قلت خليني أخذها عشان أسوي الصيانة مرة واحدة. الغلط إني طلبته في طلبية والحساس في طلبية، مع إنه الشحن هنا ما كلف. يعني هذا عبارة عن أربع قطع، ثنتين في اليمين وثنتين في اليسار، بحكم إن الفرامل عندي في السي بي 1100 دبل ديسك، فكلفني حدود 150 ريال. وهذه الطلبية الثالثة من استراليا، عبارة عن البراغي حقة الهاندل بار أو الدركسون، مصدية اللي عندي كلها، مع أنه يعني الدركسون الهاندل بار من موقع يعني ما يحتاج، موقع أظنه ألماني المخاب ظني، البراند قوي، الكواليتي فيه ما شاء الله تبارك الله عالية، بس ما أدري ليش يعني صدى بعد فترة بسيطة، مش الهاندل بار، البراغي اللي فيه كلها صدى، فما أدري إيش المشكلة بالضبط، أصبحت ملحوظة. وبحثت عنها، دخلت على الكتيب المستخدم في الموقع اللي أخذت منه الهندل بار، ودخلت على الأشياء اللي موجودة في البوكس عشان أخذ منهم مقاس البراغي. أخذت مقاس البراغي، بحثت عنه في جوجل، كنت أحاول أبحث عن شيء يعني يكون مناسب للشكل، فالشكل المطلوب عندي أو اللون كان أسود مطفي، والحمد لله حصلته في موقع استرالي. يديه براغي متخصص بس فيها، وهذه تقريبا حتى الراس حقها نفس الشكل اللي عندي. ان شاء الله نفيدكم بالنتيجة وقت التركيب وبعده. توكلنا على الله، صرنا على الطريق الان رايح للورشة ان شاء الله عشان غير الزيت والسيفون وعمل الصيانات اللازمة. ان شاء الله نقول لها باي باي. ترى لحد هذه اللحظة وانا ماني متأكد، يعني اوكي اعتمدنا على فحص الكمبيوتر، بس نقول ان شاء الله. انا عندي نسبة 30% تخوف ان اللمبة ما تطفي او اواجه مشاكل برمجة، لكن نقول ان شاء الله انها خلاص وصلنا النهاية. معاناة سنة ونص اكثر من كافية. الزيت طلبته طبعا من نفس الموقع اللي انا اطلب منه، الزيت 1040 سوبر سبورت، ووضحت لكم في فلوق رحلة ابها ليش انا ماخذ افضل نوع. وعلى فكرة ترى بعد اخر رحلة لابها طلعت مرة ثانية رحلة كذا خاصة بدون تصوير، ولحد الآن يعني ماشي على الزيت 5300 كيلو. ما واجهت يعني مشاكل في الاحتراق أو ريحة أو كذا، ما شاء الله تبارك الله الزيت ممتاز. شو اسمه ضغط البساتم في المحرك هذا عبارة عن ضغط منخفض، فعشان كذا مو مشكلة إذا تأخرت، على عكس دبابات الريس اللي دائما عداد الهواء دائما مرتفع، فهنا الاحتراق على أقل من مهله، مو مشكلة.
فهذا هو الزيت اللي اخذته. اخذت السيفون من الوكاله، مستغرب انه السيفون مو نفس الاول اللي اخذته ميد ان شاينا. اذا وصلت هناك بقارن بينه وبين هذا، اضافه الاغراض اللي طلبتها من اليابان، واسعارها كانت صراحه بالنسبه لي جدا منصفه. 26000 كيلو ما شاء الله، غيرت الاشياء هذه كلها، اشوفها جدا مسافه كافيه ودباب يعني عملي صراحه، عملي يعني الدباب مو زي السياره. 26000 عشان توصلها بدباب زي هذا، دباب مدينه، انت تحتاج وقت طويل وتحتاج تقطع مسافات، على عكس السيارات او الدبابات المصممه حقت الرحلات الطويله ممكن تمشيها في فتره قصيره. ف 26000 بالنسبه لي 3 سنوات، وهذه الاشياء توي بديت اغيرها، الفحمات الاماميه، الفحمات الخلفيه، الصيانات اللي عشتوها معايا في الفلوقات الماضيه، ما راح يبقى لي غير الجنزير. انا ما عندي فكره الجنزير متى يتغير، بس اللي اعرفه انه فيه نقاط معينه اذا تباعدت اكثر من ما ادري كم، يعني ما تحضرني حاليا او انك تقول كذا، اذا صار بينه وبين الحديده يعني حركه الجنزير كانت كبيره، ما ادري 5 سنتي او 6 ما تحضرني، فخلاص هنا انت تغير الجنزير. بس اهم حاجه انك تحافظ على شده وتشحيمه كل تغيير زيت. للامانه برضو اهملته، لاني اخر مره اذكر شحمته يوم غيرت زيت السنه الماضيه، فالان بتاكد اذا كان هو سليم ولا لا. ويبقى لي هو الشيء الوحيد اللي ما غيرته، كل حاجه تقريبا غيرتها في هذا الدباب. الان الافكار الجايه ان شاء الله للدراجه بتكون افكار تجميليه، اضافات بس خفيفة تجمل شكله، تجدده عشان أحس إنه فعلا تجدد كذا، ما أمل منه، و يصير كافي ريسر حقيقي، كافي ريسر إن شاء الله. إلى تاريخ هذا الفلوق في قطعة حاجة عبارة عن زينة طلبتها، وهذه علامة معروفة للكافي ريسر، كل دراجات كافي ريسر اللي تشوفها في النت فيها علامة، هذه العلامة أنا طلبتها إن شاء الله بضيفها هنا. والشيء الثاني في قطعة ثانية برضو بطلبها، لكن لأن شوية تكلفتها عالية وشغلها يحتاج وجع راس وصبغ، فممكن أخليها الشهر الجاي أو اللي بعده، يعني في فترة دخول موسم الشتاء إن شاء الله، بحيث أن الطلعات تكون شبه يومية، فأكيد أني بحتاج القطعة هذه أركبها وتكون يكون شكل الدباب للموسم بشكل جديد وموسم جديد بإذن الله. لا راح أتوجه المغسلة أغسل الدباب قبل ما أروح، عشان وقت التصوير داخل ورشة يكون شكله يفتح النفس. مغسلة أبو لمبات ملونة إن شاء الله، ما في زحمة. واو في زحمة والله، تسجيل دخول. السلام عليكم. هنا اقول لك فل ولا هنا اوقف؟ ايه شويه بعدهم هنا وقفت 3 سيارات او 4. اوه انتظار 4 سيارات؟ ايوه ما شاء الله، اذا انسحاب. يلا اوكي يعطيك العافيه، خلاص بروح وبرجع، ممكن اروح بشوف مغسله ثانيه. طيب الله يسعدك. انسحب، نشوف المغسله رقم 2 ان شاء الله ما فيها زحمة. اذا عندك دباب لازم تقول كذا عند المداخل حقت المغسلة عشان ايش؟ تسجل دخول. السلام عليكم. هنا؟ يلا بسم الله، وصلنا الورشة، والله زمان عنها. شو الاخبار؟ الحمد لله. هذه الاغراض وهذا الزيت اللي قلت لكم عليه، هذا السيفون اللي فاجاني، بتاكد الان نفس اللي موجود ولا لا. هذا رقم القطعة DO2، سنه مصنوع في الصين، ما ادري ممكن تكون كل السيفونات مصنوعه في الصين، بس اصلي من الوكاله. هذا الزيت وهذه باقي الاغراض، نبدا الان الشغل. والله لسه فيه لزوجة، شوف هذه السيفونين، هذا القديم والجديد، في فرق، شوفوا رقم هذا ورقم هذا، في فرق. هذا الجديد اللي اعطوني اياه،
ميد ان شاينا، وهذا الثاني والله نفس الشيء كلهم. طبعا هنا الفحمات بنفكهم ويبين، بس هو نصحني انه كان باقي فيهم شويه بحكم انه اخر اول تغييره، فلسلامه الديسكات الافضل انها تتغير. فان شاء الله راح نمشي على نصيحه الباش مهندس ونغيرها ونركب السيفون ونعبي الزيت، وبعدين ننتقل لموضوع الحساس. وشوفوا كيف الطريقه سهله جدا. ايوه شايفين، يعني على وشك خلاص، كويس انهم يتغيروا قبل ما يستهلكوا بشكل كامل ويخربوا علينا الديسك. اثنين يمين اثنين يسار، مزبوط؟ مزبوط، اثنين اثنين. للاسف هذول اللي طلبتهم جهه واحده، فهذا هو، برجع اطلب الجهه الثانيه واغيرها، ممكن تمشيني شهر قدام على ما تجي الثانيه واركبهم مع بعض ان شاء الله. الان نبدا نعبي الزيت ونكمل موضوع الصيانه. من فين نعرف مستوى الزيت؟ من هنا صح؟ هذه العلامة الثانية. العلامة الثانية. هلا نروح ليش؟ حساس ال شوف ما في معلومة قبل ما نخلص، قبل ما نركب الفلتر الزيت والسيفون لازم نعبيه زيت لحد ما يتشرب ويطلع الهواء اللي جواته، وبعدين نركب في الماكينة. طبعا العم حماد زعلان علي عشان جبت فحمات الفرامل واحدة، هو ما يحب الشغل يكون ناقص ولا فيه غلطة، فإن شاء الله يسامحنا. كينا الفرامل، وهذا آخر واحد تحت عشان نطلع الغطاء هذا. هذا الحساس، هذا هو. الحساس يجي كامل مع الافياش، لان هذا الجزء عندي قطعته السنه الماضيه وانا قاعد احاول اني اطفي اللمبه حقت الماكينه، قطعته ورجعت رحمته مره ثانيه، فشكله كذا ما هو عاجبني. انا ودي انه كل حاجه بالدباب تكون نفس ما طلعت من المصنع، وهذا خلاص بنتخلص منه ونركب الثاني نفسه بالضبط، مع العلم انه الجهه اليسار لها رقم مختلف عن الجهه اليمين، واحد قصير وواحد طويل. هذا واحد، اي هذا هو. بس ما ركبناه، رجعنا الغطا مكانه، وبعدين بعد كذا بنجي للناحية الثانية، واتوقع انها اسهل من الاولى، حتى السلك اقصر من اليسار. الأخبار السيئة إن غيرنا الحساسين وما طفت اللمبة، هذا اللي كنت خايف منه، لكن الآن العم حمادة يقول ما تروح من هنا ولا اللمبة طافية إن شاء الله، يا أنا يا الدباب. الآن بنفصل البطارية ونشبكها زي ما جرت العادة في السيارات، يعني عادة تفصل البطارية الكمبيوتر يعمل ريست وتطفى، هذه بديل للبرمجة بالكمبيوتر. فنجرب الآن، فصلنا الإصبع. هو يبغى له برمجه من الزرار حق التابلو. لا هنا ما في، ما اتوقع. شغل، انا مستعجل ابغى اشوف النتيجه. هذه اللمبه بليز 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 ما طفى. انا من الحساسات، الان باقي المسامير نبدا فيها، مع العلم انه راح يكون جزئين، بكره برجع اكمل موضوع الريست بالكمبيوتر عشان تطفي اللمبة ونشوف إذا باقي شيء ثاني. بالنسبة للجنزير كيف عرفت؟ بالصوت صح؟ في صوت فضاوة، ما أدري كيف سوى كذا. سامعين الصوت؟ كذا ناشف، معناته إنه خلاص. فالصيانة الجاية إن شاء الله اللي بطلبها الآن الفحمات الجهة اليسار وطقم الجنزير مع الترس الأمامي والترس الخلفي. صدق يا مرة
حسب الموقع يقول انها ضد الصدى وتتحمل كويسة. لون اسود، اخترت انا اللون الاسود عشان تكون متناسقة مع الهاند البار. خلصنا التركيب، هذه نشوفها كيف، في فرق ولا ما فيه؟ في طبعا. نشوفوا هذه قديمات وهذه جديدة. خلصنا منها، فكيت المراية الثانية كنسلتها، اكتفي بواحدة لان الثانية صار خربانة. الآن نفك هذه لاني ما عاد احتاجها وصوتها مرة مزعج في الخط. يا سلام، الله كذا احلى، صار بلاك اوت. انتهينا من جزئية اليوم، ركبنا كل شيء. ايش رايكم في هذه القطعة اللي ما هي موجودة؟ اتوقع شكلها كذا احلى صح، ما في مراية برضو. اتمنيت انه الثنتين ما هي موجودة، لكن يلا واحدة استفيد منها. باقي ريست بالكمبيوتر، لاني انا اذكر المرة الاولى كان عنده الكمبيوتر ممكن نسوي ريست والحساس فيه مشكلة كانت ترجع تشتغل مرة ثانية. للأسف اللي عنده الكمبيوتر ما هو موجود اليوم، بكرة راح ارجع واسوي له ريست ونشوف. اليوم الثاني على التوالي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللمبة طفت لوحدها، والله ما ادري ايش اللي حصل، بس اني انا وقفت عند الاشارة وطفيت البايك لان الاشارة كانت دقيقتين. والله ما ادري، لوقت التصوير ضغطت الكاميرا لقيت اللمبة طفت، وما ادري ما عندي قفازات ما ادري فينها. فخلاص كنت المفروض اليوم اتوجه للمحل عشان يعمل لي برمجة عشان اسوي ريست كذا، ما صار في داعي اني انتظر اجزء الفلوق الجزئين. والله اني مصدوم اقسم بالله، ماني عارف كيف اعلق. الله يا الشعور، اخيرا اخيرا بعد معاناة سنة ونص مع اللمبة. حتى الخواجة اللي كنت انزل الفلوقات حق تسجيل صوت الماكينة كانوا يسألون ليش اللمبة هذه شغالة، واي اورنج لايت از اون. يلا الحمد لله. والله يعني اولا ابارك لنفسي، الله يعطيني العافية، ولكم انتم اللي صبرتوا على اللمبة واللي دائما كنتوا تذكروني وتسألوني عنها، فشكرا يعني بهذه المناسبة. ما ادري ايش اقول، والله الحمد لله يعني اخيرا انتهت المعاناة. الان خلاص يبقى عندي موضوع الجنزير، اخذت فكرة عنه امس. الفحمات الامامية حصلتها ب 150 مع الشحن اذا كانت لوحدها او حتى مع الجنزير، بس هي سعرها لوحدها ب 100 او 110. الجمارك والله حدود 3 ريال او ريالين مع البريد السعودي، بس باقي الجنزير اليوم جيت بشتري حق الوكالة لقيت انواع ثانية، فضعت صراحة ما ادري هذا قوي هذا ضعيف هذا كذا هذا كذا. بس والله لسه بارسى على بر بشوف، ممكن اخذ حق الوكالة لانه في النهاية خدمني ما شاء الله 3 سنوات 26,000، اكثر من كافية. ايش ابغى من الجنزير الرياضي انا؟ فبجرب الان، بوقف على جنب بطفي البايك بتأكد عشان اضمن انها ما تشتغل مرة ثانية. اجنب هنا، طيب. والله اني مصدوم اقسم بالله، اقول لكم شغلت البايك اليوم الثاني ولسه واقف عند الاشارة، قلت خليها تخضر، طفيت البايك عشان الحرارة، بعدين قلت بشغل وبأصور لكم اني اليوم الثاني ورايح الورشة. انا كنت رايح الورشة اصلا، اتصلت عليهم. شوفوا، اوكي شغلنا القاطع، هذه هي اللمبة، شوفوا طفت. بس اوكي بروح الورشة عشان اقول له، بقول له تراها طفت خلاص، نو نيد، ما احتاج اسوي برمجة ولا شيء. اللمبة طفت الوحدة اليوم مع المشي، وقفت عند الإشارة طفيت السويتش عشان الإشارة كانت مطولة، لما أنا رجعت أشغل طفت. يبقى كده كانت عايزة مشي، هي كده برمج، ممكن كانت عاوزة مشي وخلاص برمج لوحده. دباب برمج كده، هو كده برمج على الكمبيوتر لحاله مع المشي. أيوة، بس أول ما شغلته لما كان بارد كانت شغالة. بس في مشي أصلا راح مصر؟ لا يا شيخ، والله سافر مصر. يلا خير الحمد لله، كأنها كانت عارفة أنه سافر وطفت. لا لا أيوة، أنا أمس كنت أقول لك ممكن تطفي مع المشي. يلا الحمد لله، برمجة على الكمبيوتر الدباب معاك. يلا كذا خلاص افتكينا الحمد لله، يبقى الجنزير. يلا السلام عليكم. كذا انتهينا، سمعتوا قال لي الجنزير خلاص منتهي ما راح يمشيك، فلازم أنا أتصرف يا أني أطلبه اليوم ويا أني أشوف سعره في الوكالة، وبعدين إن شاء الله
نغطي معاكم. بعد الجزئية هذه بتكون يعني مو اكسسوارات كثير، يعني شغلات بسيطة بس عشان موسم الشتاء، شغلات إضافية كذا تحسينية. هذا كل اللي عندي يخص الصيانة ويخص لمبة الماكينة بالذات. أتمنى أني أفدتكم وعشتوا المعاناة معي. إن أخطأت فمن نفسي وإن أصبت فمن الله. نشوفكم على خير في الفلوقات الثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.